الأتلتيك لوصل إلى قمة النضج التكتيكي والانسجام بين اللاعبين اللي بدأ يتواصل من بوداوي من هيجي من بن عياد والبقية وثلاث نقاط مهمة جدا. هذه فرص كثير. المباراة كان ممكن أنا تنتهي بأربع خمس أهداف شاتوها في البلاطو زكريني حللها. وعبد النور قبل ما نذهب إلى تحكيمية الأمور سارت على ما يرام. لا يعني عبيد شارف المباراة الثانية تاعو هذه بعد العودة تاعه أدى مباراة يعني بكل صراحة جيدة. كان معاه بول فلفل وكان معاه بيناميرا. وين أنا هنا يطان ما ننساوش الروح الرياضية العالية تاع جماهير مولودية وهران اللي صفقت على هدفي تاع نعيجي. يعني بكل صراحة ذكريني صراحة وصلوا النضج نضج متميز جدا. هذا الفريق اللي يبقى وإدارة الفريق ما تسرحش اللاعبين لا أحد يوقفهم، ولكن سياستهم في كل مرة أنهم يسرحوا اللاعبين. سمحت في هذه الحالة برك الوحيدة اللي رفض المساعد الهدف لا ندري هل الكرة تعدات أنت كنت في البلاطو سكرين إيه ما قلناش قلنا هنا مشيها في هذه هذا هدف صحيح لا يعني الحق يعني ولكن الخطا غير مؤثر لانه أتلتيك باردو فازوا. اذا حتى نتقدموا في الحوار هذا الهدف الثاني فوز مستحق لبارادو. يعني فوز مستحق للفريق بارادو. فريق بارادو دار يعني مباراه كبيره خلق فرص عديده وكثيره يعني ما كانت الواقعيه غايبه في الشوط الاول. انا نقول لك اليوم شاهدنا محاور تاع كره قدم الحديثه بالنسبه لفريق بارادو يعني من ناحيه التقنيه من ناحيه استغلال المساحات من ناحية الواقعية وحتى من ناحية